سلم رئيس. يتقدم لاعبي الهلال الان الى المنصة الرئيسية ليقلدهم الملك سلمان بن عبد العزيز. هنا يبدو ايضا هدية الامير نواف. سلم 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 تواقف. لاعبو الهلال يتقدمون للمنصة الرئيسية للقطة الحاسمة لكل عشاق هذا النادي الكبير وعشاقه كثر في المدن السعودية المختلفة. في طبعا الطاقم الإداري والفني والإعلامي لنادي الهلال اللي بيرفع الكاس الليله من هو؟ شوف انت العب في الهلال وامورك طيبه راح ترفع لك كاس اقل شيء. فيصل درويش، عبد المجيد الرويلي، عبد الله الحافظ، كلها اسماء تتواجد في المقصورة الرئيسية للجوهرة المشعة الشلهوب. ما شاء الله وصل 30 الشلهوب، ما شاء الله وهقت الأندية يا شلهوب لوحدك يا شلهوب، ما شاء الله تبارك الله 30 بطولة ما شاء الله. ايش تقول؟ ياسر القحطاني شكله اللي راح يرفع الكاس. اليوم وصلنا كم؟ 56 ولا 57؟ افتينا يا ابو ترين. 56 55 56 ما شاء الله، ما ضيعنا الا من كثرها. يعني تسال الهلالي وتمزح معاه تقول له كم عدد بطولاتك، يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال. ما زال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ورعاه يقلد لاعبي الهلال الميداليه الذهبيه وبانتظار الكاس الغاليه من الايادي الكريمة، وهو حفظه الله من سيستضيف العالم بقمم في الرياض متتالية لتكون الرياض هي قبلة القرار السياسي على مستوى العالم. ياسر القحطاني ونواف بن سعد من الايادي الكريمة للملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ورعاه. انها لقطة ستكون اللقطة الابرز والاجمل، ويا القحطاني يرفع الكاس الهلالي، الكاس الذي لطالما حققه الهلاليون ليصلوا للرقم 8 من بطولات كاس الملك ويعادل رقم الاتحاد، والهلاليون يحتفلون ببطولتهم. ان اردت السعادة فالهلال مصدرها، وان اردت الزعامة فالهلال بيتها، وان اردت الذهب فكل هلالي ستحظى بالذهب. السلام الملكي للمملكة العربية السعودية ومغادرة راعي الحفل الكريم وسارعي للمجد والعلا. المملكة العربية السعودية قيادة في ظل هذه الايادي الكريمة لراعي الحفل الكريم، شكرا لسموه على هذه الرعاية على هذا التشريف لكل ابنائه الرياضيين، وشكرا لسموه ولي العهد، وشكرا لكل من حضر في هذه المقصورة لتشريف كل الرياضيين. اما انت يا الهلال فهذه الليلة ليلتك، كانت تقول ليلة لقانا بين فريقين
لكنها اثبتت انها ليلة لقانا بين الهلال وكؤوسه، بين الهلال وذهبه، وبين الهلال مع نوافه، نواف بن سعد، وجه السعد، على هذه الانجازات التي تتوالى. هو من احرز معهم هذه البطولة في هذه الليلة، هو من احرز معهم بطولة الدوري. ايها الاحبة الكرام، ايها المتابعين في كل مكان، مبروك لكل هلالي، لكل عاشق للموج الازرق، لكل محب في هذه الليلة للهلال، وهارد لك بكل الحب والود لكل ابناء النادي الاهلي للقلعة الكبيرة والتي ستظل كبيرة. ايها الاحبة، كنت معكم عامر عبد الله معلقا وواصفا لأحداث هذه الليلة، تشرف بهذه الدعوة الكريمة وبهذا التشريف الكريم بالتواجد هنا في هذا المكان بين أشقائنا وإخواننا عبر الرياضية السعودية، ولكل المحبين شكرا. نعود ونقولها لمعالي الوزير عواد العواد والرئيس القائم بالأعمال في الهيئة الأستاذ والمهندس بندر المشهدي، ولكل زملائي من مدير ونائب المدير، ولكل المشرفين، ولكل فريق العمل، ولكل مصورينا ومذيعينا، ولكل من ساهم بإخراج هذا النقل. وعدناكم منذ النهائي ولي العهد بالتعويض، وبتوفيق الله عز وجل حدث هذا الشيء. أيها الأحبة، سيبقى السلام ختام، وسيبقى السلام بيننا. الملتقى قريبا بإذن الله عبر الرياضية. وعدنا ولله الحمد أوفينا. الكلمة للزميل الآن فهد المساعد ولضيوفي الكرام، والليلة متواصلة عبر الرياضية السعودية. شكرا يا فهد، وتفضل الكلمة إليك.